الحالة المضربة اليوم الثالث اضراب على الطعام. الحالة ديالها بدأت تسوء. راه شوما كتعرفوا ان الانسان يفطر على الماء ويتسحر بالماء. حنا راه كناكلو كشي دانا السخفة، فالان غتنقل للمستشفى في حين يديروا بال الاجراءات اللي خاصها ديروا. باقي العدد ديال المضربين شي 9 تقريبا، شي 9 الحالة ديالهم باش تنظموا الحالة ديالهم كذلك في غدا التدهور. راه اليوم الثالث، راه اليوم الثالث، راه النهار الاول ما كيشبهش النهار الثاني. الحالة دائما في 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 تدهور مستمر. فكنتمناو من الله ان صاحب الجلالة يتدخل من اجل انصافي وحل هذه الازمة. شكرا. الحالة ديال عبد الرحيم نجاح عند التنسيقية الوطنية للمرصبين بامتحان الآلي المزوج من المحاماة، احد المضربين السابقين اضراب على الطعام، اعلى مقصوه اضراب على الطعام في عز رمضان. العشر الاواخر، حنا في العشر الاواخر في شهر رمضان، في شهر تسامح، في شهر انزل فيه القران، عندنا خوتنا مضربين على الطعام كيموتوا اخواننا اليوم راه كيموتوا. لذلك خاص اناشد جميع المغاربه ارواح هؤلاء الطلبه في اعناق جميع المغاربه، ارواح هؤلاء الطلبه أمانة في رقاب جميع المغاربة. اليوم عندنا أكثر من 10 ناس مضربين على الطعام، حياتهم بين الحياة والموت، حياتهم في خطر. أسمى حاجة في الدنيا هي الحياة. الناس مستعدين أنهم يموتوا. نناشد صاحب الجلالة اليوم من أجل التدخل، نناشد صاحب الجلالة اليوم من أجل أن يتدخل من أجل إنقاذ أبنائه، من أجل إنقاذ أبنائه. القاسي والداني يعلم ما وقع في امتحان المحبة وليس امتحان المحاماة. وزيعة عائلية، أزيد من 37 عائلة، مجموعة من الخروقات، ولا أحد استطاع أن يوقف وزير العدل عند حده. نناشد اليوم قلوب الرحيمة، نناشد صاحب الجلالة الأب الروحي لجميع المغاربة من أجل أن يتدخل من أجل فك العزلة عن هؤلاء الشباب من أجل إنقاذ أرواحهم. كاين شي أمل في حل هذا المشكل مستقبلا؟ لنا الأمل في صاحب الجلالة وحده أن يتدخل كما عهدناه دائما، يتدخل من أجل حل حالة مجموعة من المشاكل ومجموعة من الأزمات. شنو أقصى يعني المحطات النضالية اللي غديروا مستقبلا؟ أعتقد لا يوجد أقصى من أن يكون الناس في عز رمضان ودايرين إضراب على الطعام. ثانيا رشنا مؤخرا واحد السيد حرق راسه. واش بالله عليك الحياة ديال المواطن المغربي أصبحت رخيصة لهذا الحد هذا اللي يولي الناس يشعل. راه أقصى حاجة أنك تشعل العافية في راسك. واش بغيتوا تشوفوا غدا ولا بعدو ومجموعة من الشباب حارقين روسهم؟ راه هادشي راه هذا المغرب هذا فيه يتربص به مجموعة من أعداء هذا الوطن. احنا ما بغيناش نعطوا شي واحد فرصة أنه يتربص بالوطن ديالنا. راه وطنيون حتى النخاع، جند مجندون خلف صاحب الجلالة. راه ما بغيناش شي واحد ينعت لنا حتى في بلادنا بحال هكا. أكيد مجموعة من المسطرة القضائية، لا القانون، لا في المسطرة فيما هو جنائي، فيما هو إداري. سلكنا مجموعة من التظلم، راسلنا الديوان الملكي كذلك، أرسلنا مجموعة من الشكايات. درنا باب الحوار راه اعتقد لأنه كان واحد الوسيلة باش يمتصوا هذاك الغضب وباش يتماطوا وزارة العدل باش يمروا هذا البلاغ المشؤوم ديالهم ديال امتحان جديد.